يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو شاب غلبان وماشي لابس جاكيت وعريان زي ما انتم شايفين. الحاله صعبه اهيت. بسم الله توكلنا على الله ربنا يستر. يا صباح الفل اشرب بالف هنا ازيك. خد اقول لك اسمك ايه. استنى عشان عايزك ده انت حبيبي ده انا استنى عشان اجيب لك تيشيرت حلو بقى عشان تتدفى. اسمك ايه؟ احمد. منين؟ من الصمالون. اجدع ناس. يلا تيجي معانا بص عشان تغير هدومك كده وتستحمى. انت عارين كده ليه؟ اسمع تعالى معايا تعالى عشان تغير هدومك وتستحمى. تعالى يا تعمل تعالى خش كده هات ايدك. بسم الله. استنى استنى اهدى بس اهدى. يا ابو حميد انت لسه جاي من القطر ولا جاي منين؟ القطر. انت اسمك احمد ايه؟ اسمك احمد ايه؟ رد عليا. احمد ايه؟ احمد حلمي. احمد حلمي كمان؟ انت على اسم الفنان الجميل يا احمد حلمي يا جميل. وايه اللي خلاك مش عريان كده يا ابو حميد؟ ها؟ رد عليا وكلمني عشان انا بحبك. ايه اللي خلاك مش عريان كده؟ قول لي. ايه اللي خلاك مش كده عريان؟ انت سعان؟ لا. اجيب لك هدوم عشان تتدفى؟ طيب هتسمع كلامي وتستحمى وتغير هدومك؟ رد عليا بس. تسمع كلامي وتغير وتستحمى وتغير هدومك؟ ماشي يا حبيبي 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 حبيبي. بقى مش استنى مش وقت جرادة يا عم جمال معايا حلقة إنسانية. استنى اصبر دقيقة واحدة بس. أنت بتصدق؟ أقف هنا أحمد أقف هنا أحمد. زي ما أنتم شايفين يا جماعة حالة أحمد أهي. اللي بيصورني الحالة دي إيمان بنت محافظة بن سويف اللي إن شاء الله ربنا يقدرنا ونوصلها بر الأمان. أول ما صورت الحالة بتاعتها وقامت استجابت ومشيت معايا اتلاقت حالة إنسانية. لسه بقول لها حالة إنسانية هي التعامل روحي. زي ما أنتم شايفين شاب غلبان قاعد طبعا هدومه لابس هدوم على اللحم بنطلون وجاكيت ربنا يستر اللي ستره كان ماشي عليهم خالص. أحمد أنت فين بالظبط حبيبي؟ الصمالون. عارف بيتكم؟ أبوك اسمه إيه؟ أبوك اسمه إيه يا أحمد؟ رد عليا جميل. حلمي. أوه أحمد حلمي. أنت عندك كام سنة؟ 26. طيب انت من محافظ من صمالوط. قول لي العنوان بالظبط يا احمد لو انت حافظه. قول لي كده العنوان بالظبط. سبحان الله والحمد لله بيسبح ربنا يا جماعه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وتبقى بكام ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ مصر من الناس الغلابه والطيبين اللي زي دول اللي هم عابر السبيل. الناس اللي ماشيين في الدنيا ما يعرفوش لا اسم ولا عنوان زي ما انتم شايفين كده ماشي في الدنيا تايه. بس كويس ان ربنا اكرمنا احمد اهو انا عارف عنوانه وعارف مكانه. صمالوط دي يعني محافظه بعيده جدا جدا طبعا عن بورسعيد لعل ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ويوصل اهله. ابوك عايش؟ ايوه. واخواتك موجودين؟ ايوه. وامك موجوده؟ امك موجوده؟ يعني انت يا احمد اسمعني. ايوه. انت تعرف لو احنا رحنا البلد عندكم تعرف توصلنا لاهلك؟ ها؟ ايوه. تعالى دعوتكم يا جماعه. استنى ده نفسك كده دعوتكم ان ربنا يعيننا ويوصل لغايه الامان ان شاء الله. تعالى تعالى. وفين؟ احمد قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. سيدنا محمد رسول الله. يا رب يا رب. اوصل اوصل لبر الامان. لبر الامان. وهي دي وهي دي حقوق الانسان. حقوق الانسان. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. وعاش الرئيس السيسي بطل رئيس الرحمه والانسانيه اول من طبق حقوق الانسان في العالم ومعاه مبادره حياه كريمه للمجهولين وفقيد الاهليه والناس الغلابه الطيبين اللي في مصر. احمد شاب من شباب مصر الغلابه الطيبين ماشي في شوارع بورسعيد عامل سبيل لكن من محافظه الصعيد مركز صمالوط. فدعواتكم لربنا سبحانه وتعالى يعني ووصلوا بر امان زي ما انتم شايفين في وضع مختلف ماشي عريان الجسم كله باين. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلني سبب ان انا اشوفه يعني سبحان الله ما بنساش منك كده. والناس اللي حاله انسانيه لبنت روحي يا رب يسترها بحق لا اله الا الله وهي اللي بتصورني دلوقتي. وانا بعد ما خلصت الحاله بتاعتها واتكلمت معاها واستجابت لقيتها تمشي ما سبتوش سبحان الله. لقيت الحاله الارضيه بتكلم عليها معاها ورايح عليها زي ما نشوف الحاله كانت صعبه ان شاء الله يوصل لبر الامان. يا رب يا رب اوصل اوصل. وهي دي حقوق الانسان. وتحيا مصر. وعاش الرئيس السيسي. عاش الرئيس السيسي رئيس الانسانيه والرحمه. رئيس الانسانيه والرحمه.
انت عارف انت دلوقتي فين هنا؟ انت هنا فين؟ محافظة ايه؟ زي ما انتم شايفين، ماشي؟ مش عارف هو رايح فين وجاي منين؟ مش بتكلم نفسه معاك كانت صعبة، لكن ربنا سبحانه وتعالى رب الهنود نزل من بيتي وتوكل على الله رايح لحلقة إنسانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمني ورزقني الحالتين. وهي دي النعمة وهي دي حقوق الإنسان، وهم دول طيبين ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم ووصى عليهم. انتوا شايفين كده احمد بيكنس الارض، هو على كده على طول العربيه يكنس، اتوبيس يكنس في اي مكان، حاله صعبه جدا. ربنا يا رب يقدرنا، بس يكون عنوان اللي هو دوين صح، راح في القاهره، وان شاء الله هنروح المنيا يا جماعه، وربنا المستعان يا رب نروح مركز صمالوط ووصل اهله ان شاء الله، بس يكون وعى الكلام ويقدر ان هو يكرمنا كده ويوصلنا لغايه بيت اهله ان شاء الله، ويعيش حياه كريمه باذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله يا جماعة، زي ما انتم شايفين احمد وصل لحضن اخوه، واخوه قال انا والله انا بسيبه يطلع الشارع، 15 سنة ما شافوش بعض، الست متجوزة اخوه بقالها 10 سنين ما شافتش احمد، احمد بقاله 15 سنة ما رجعش لاهل، ابوه وامه متوفيين. اقسم بالله ان ده امانة في رقبتك وما مشيتش تاني في الشارع. لا 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 تعالى امشي ان شاء الله الحمد لله، يعني ما تخافش يعني. لا خليك يا باشا، عايز تقول ايه للناس؟ لا خلاص، عايز تقول ايه للناس اللي كانت نفسها تطمن عليا؟ مفيش حاجه اسمها خلاص، رد عليا. مفيش حاجه خلاص عشان باشا بقى، والله قلت لك هتكفل بيك خلاص، الحمد لله تمام. طب ده لو طلع الشارع؟ لا ان شاء الله ربنا يسهل، اشوف اهله واشوف الجماعه نفسها، هي هنعمل معاك. تكلم مع عيلتك وتشوف له حل؟ ما احنا عيلتنا يا عم، محدش اما يتكلم. ناس طيبين يعني، ناس ولاد حلال؟ طيب مفيش الا احمد. ان شاء الله ربنا يسهل. احمد انت ما عدتش تمشي في الشارع. خلاص؟ خلاص عادي، لا هات رقمك بقى. خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، والله العظيم وصل لبر الامان. طبعا اهله ناس غلابه، اهله ناس طيبين على قد حالهم، ربنا يا رب يسترهم. وملوش حد، عشان تكونوا عارفين احمد ابوهم ميتين، ولا اخ تاني ميت، وملوش الا اخوه ده ومرات اخوه. وزي ما انتم شايفين ناس على قد حالهم، وناس بسيطه جدا وناس غلابه. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يحافظوا عليه قد ما يقدروا، وما يمشيش تاني في الشارع. ولو كان هو عايز يروح دار ايواء، على فكره خد دار ايواء هو ما رضاش، قال انا عايز اروح لاخويا. فعشان كده انا جيت من القاهره لغايه المنيا عشان اوصله لاخوه، وزي ما انتم شايفين اخوه اغلب من الغلب، يعني هم يتنعزوا يروحوا دار ايواء بصراحه يعني. فربنا يعينهم على عيالهم. انت عندك كام عيل يا حاجه؟ معايا ثلاثه. معاك ثلاثه؟ ربنا يرزقك برزقهم يا رب، ويفتح لكم ابواب الرزق. تعال. ناس اغلب من الغلب زي ما انتم شايفين. تعال. احمد. تعال. عايز تقول ايه للناس اللي بتحبك ونفسها تطمن عليك؟ بحبه. الله اكبر. هي دي الكلمه الوحيده اللي بسطت من الفيديو. الحمد لله ان هو وصل لمر الامانه. لا كان احمد كان له فتره. السلام عليكم يا رب. عليكم السلام، ازيك يا حاجه؟ خلاص يا حاج، خلاص الله يسترها معاك يا عم. اسكت بقى يا عم بقى، خلاص ده.